أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة مفهوش شرح لدرس. الفيديو النهاردة بعنوان ماذا بعد الانتهاء من الدرس. خلصنا مع بعض شرح الدرس التمهيدي اللي هو أول درس في كتاب الجغرافيا السياسية، والنهاردة إن شاء الله هنتعامل مع بعض مع الدرس ده عشان يكون خطوة أو طريقة هنتعامل بيها مع كل درس بعد ما نخلصه. والمفروض إن الأفكار اللي هنقولها لك دي أنت اللي تعملها بنفسك بعد كل درس. بعد ما تنتهي من أي درس مطلوب منك اللي أنت ذاكر، راجع، العب، امتحن. وده اللي هنعمله النهاردة إن شاء الله على الدرس الأول. بعد ما بنخلص الدرس أول حاجة بنعملها بنذاكره. طيب الدرس يتذاكر إزاي؟ أفضل طرق المذاكرة على الإطلاق هي اللي أنا أبقى شايف الدرس من فوق. أنا بسميها كده، ببص للدرس من فوق أبقى عارف الدرس جاي منين ورايح فين. والطريقة الوحيدة اللي تعرفني القصة دي اللي انا ابقى شايف الدرس من فوق هي طريقة الخريطة الذهنية. افضل طريقة للمذاكرة الخريطة الذهنية، يبقى مطلوب منك اللي انت تعمل خريطة ذهنية للدرس. الخرائط الذهنية انواع كتير واشكال كتير وطرق كتير، منها الخرائط الذهنية الالكترونية اللي انت ممكن تصنعها عن طريق الحاسوب، برامج كمبيوتر او مواقع سحابية، او ممكن بكل بساطة بورقة وقلم وترسمها في ورقة بإيدك. شوف انت الامكانيات اللي تقدر عليها واعملها. لو انت ما عندكش فكرة عن الخريطة الذهنية عشان ده مش موضوعنا، بكل بساطة انت ممكن تخش على محرك البحث الأشهر جوجل وتكفي بس كلمة خريطة ذهنية، هتلاقيه جاب لك زي ما انت شايف في الصفحة قدامك كده كاتبين في البحث خريطة ذهنية. هتلاقيه جاب لك فيديوهات، وعلى فكرة الفيديو الأول ده لذيذ جدا وجميل، وفي كمان الخريطة الذهنية بأشكالها من موقع الويكيبيديا الموسوعة الحرة. ولو عايز تشوف شغل غيرك كمان ممكن تختار صور. لو اخترت صور هيجيب لك صور جاهزة لخرائط ذهنية، وكمان حاطط لك فوقها في الآخر هنا تصنيفات، حاطط تصنيفات مختلفة للخرائط الذهنية. فعندك في خرائط فارغة، جاهزة، بسيطة، مبتكرة، صماء، سهلة. في خرائط ذهنية خاصة بالجغرافيا، بالعلوم، بالإلكترونيات، بالإبداع، اللغة العربية والعربي، اليدوية، شغل الإيد، وهكذا. زي ما أنت شايف حاجات كتير جدا. الميزة بتاعة الخريطة الذهنية دي إن هي بتكون حاجة من إبداعك أنت، إبداعك أنت، أنت اللي تعملها بنفسك. طيب الخرائط الذهنية زي ما انتم شايفين حاجات وأشكال وأنواع كتير. أنا عن نفسي بحبذ إن احنا نعمل الخريطة الذهنية باستخدام برامج، لأن الخريطة الذهنية بتتعمل بالبرامج ونستغل فيها إمكانيات الحاسوب. ممكن يبقى فيها ميزة اللي هي الطي والفرد، اللي انا اخلي الخريطة الذهنية شكل مصغر وبعد كده ابدا اكبر وافرعه واطلع منه. كمان ممكن احط فيها ملاحظات، ممكن احط فيها روابط لمواقع خارجية، ممكن احط فيها صور، ممكن احط فيها فيديوهات، يعني الامكانيات بتاعتها اعلى شوية. طيب استخدم ايه عشان اعمل خريطة ذهنية على الحاسوب؟ في مواقع اونلاين بتساعدك ان انت تعمل خرائط ذهنية وممكن تبحث عنها، وفي برامج حاسوبية اوفلاين تشتغل على الحاسوب. البرامج دي كتير جدا جدا جدا، يعني في فري مايند ماب ودوسير، انواع كتير جدا، لكن انا بحبذ وبفضل منهم برنامج اسمه اي درو مايند ماب. البرنامج دوت اخر نسخة مجانية، موجود عندي منها نسخة وله مزايا كتير هنشوفها مع بعض ان شاء الله في العرض اللي جاي. والبرنامج بنتاج الدرس الاول، استخدام البرنامج في رسم خريطة ذهنية للدرس الاول هيكون متاح ليكم
في الروابط الموجودة أسفل الفيديو في الوصف، مع الأخذ في الاعتبار إن كل الروابط اللي في أسفل الفيديو عبارة عن روابط مختصرة. يعني إيه روابط مختصرة؟ يعني الروابط دي هتوديك الأول على صفحة إعلانية وبعد كده توديك على الصفحة الأصلية. طب لو حد عايز بيتخنق من موضوع الإعلانات والكلام دوت، أنا عايز أقول لكم دي وسيلة من وسائل الربح عشان الاستمرار. طيب نعمل إيه لو إحنا عايزين الروابط مباشرة بصورة مباشرة لينا على طول؟ هنقول لكم إن شاء الله في آخر الفيديو. ودلوقتي هنتفرج على برنامج الـ إيدرو مايند ماب، شكله واستخدامه وايه شكل الخريطة اللي هتتعمل بيه في التطبيق على الدرس الاول.
بعد ما شفنا طريقة المذاكرة وقلنا إن أفضل طريقة مذاكرة هي طريقة الخرائط الذهنية، نرجع تاني للحاجة التانية بعد الانتهاء من الدرس وهي المراجعة. ذاكر راجع. أفضل طريقة للمراجعة من وجهة نظري هي عمل تحليل محتوى للدرس. ايه تحليل محتوى ده؟ اللي انا هفصص جزئيات الدرس، وعلى فكرة الخريطة الذهنية ممكن تساعدني في الموضوع دوت. نضرب مثال على تحليل محتوى الدرس الاول. ده نموذج تحليل محتوى للدرس الاول، بكتب في عنوانه فوق هو الدرس ده مثلا في كام صفحة، ايه الفكر الرئيسية في الدرس اللي هي العمود الاول، الفكر الرئيسية، فكر جمع فكرة، فهم 5 فكر. بعد كده ايه المفاهيم اللي وردت في الدرس ده، يبقى عندي بكتب المفهوم عنوانه مش تفصيلاته مش تعريفه. فانا عندي 3 مفاهيم في الدرس دوت، عندي الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك والعولمة. هل في اعلام ذكرت في الدرس؟ انا جاي اعمل جزئيه خاصه بالاعلام الاشخاص، فذكر ابن خلدون وارسطو وفريدريك راتزل ورودلف كيلي من غير ما اذكر هم عملوا ايه. هل في ارقام ذكرت؟ هل في دول ذكرت؟ هلاقي دوله واحده بس ذكرت، المانيا. هل في مدن ذكرت؟ في مدينه طابه. طب في جنسيات؟ عندي الالمانيه والسويديه. طب في اي تجمعات او تكتلات ذكرت؟ بنذكرها، السوق الاوروبيه المشتركه اللي هي الاتحاد الاوروبي حاليا، ومنظمه التجاره العالميه، وحلف شمال الاطلسي او النيتو، والامم المتحده، وجامعه الدول العربيه. بكتب المعلومات دون اي تفصيلات، ده اسمه تحليل محتوى. هل في مقارنات او اوجه شبه وخلاف في الدرس ده؟ لقينا في الجغرافيا السياسيه والجيوبوليتيك، مجالات الجغرافيا السياسيه قديما وحديثا، ممكن مقارنه، اراء ارسطو واراء ابن خلدون ورازل وكيل ممكن تحطه في مقارنه. ايه اشهر التفسيرات والتعليلات اللي ذكرت في الدرس؟ بكتبها كأسئلة. ايه اشهر النتائج اللي ذكرت في الدرس؟ ايه اشهر الادلة والبراهين اللي ذكرت في الدرس؟ بكتبها زي ما انتم شايفين كده في ورقة واحدة من غير تفصيلات. انا لما اجي ابص في الورقة دي هفتكر التفاصيل بنفسي لان انا اللي عاملها. هفتكر اول الجغرافيا السياسية دي تعرفها كذا، جيبولتك كذا، ده السؤال ده اجابته كذا، ده مدينة طابة دي ذكرت في الجزئية بتاعة النقطة الرابعة في أهداف الجغرافيا السياسية، وهكذا. أنت بتعمل الشغل ده بنفسك هتفتكره بكل سهولة. راجعنا وذاكرنا، ممكن كمان نلعب، بس مش هنلعب كورة وباسكت وبلاي ستيشن وهكذا، لا احنا هنلعب بالمادة، هنلعب بالجغرافيا، هنلعب بالحاجة اللي بنذاكرها. استخدام اللعب في المذاكرة دي حاجة مفيدة جدا، ممكن أعملها بأكتر من طريقة. ممكن ورق اللعب اللي احنا عملناها قبل كده، ان احنا نعمل كروت في درس بتاع ازاي نذاكر النقاط العديدة، نعمل احنا كأنها كوتشينة ونلعب مع بعض واحنا نحط القواعد بتاعتنا، او نعمل لعبة زي ما كنا بنلعبها زمان ومشهورة باسم اتوبيس كومبليت، معرفش اسمها كده، اللي احنا مثلا نشوف كلمة زي الجيبولتك، احط نقط على عدد حروفها واعمل مربع فيه 9 حروف واقول لزميلي يلا اختار حرف، لو مثلا اختار حرف البي اشوف النقطة اللي مكان حرف البي واكتبه، طب لو اختار حرف مثلا القاف، طب حرف القاف مش موجود في الكلمة دي احطها في المربع، لو المربع اتقفل الاول ال9 حروف من غير ما يوصل للكلمة يبقى أنا اللي كسبان، ولو وصل للكلمة الأول يبقى هو اللي كسبان. أعتقد معظمكم عارف اللعبة دي، ما تيجي نعملها على المواد الإيه التعليمية. ممكن نعمل كلمات متقاطعة على المعلومات اللي بناخدها، أو بنعمل مسابقة بيننا وبين بعض، إن مثلا يجي واحد يذكر معلومة أو فكرة أو أي نقطة، وكل واحد يقول أكبر عدد من المعلومات اللي جت على الفكرة أو المعلومة أو النقطة ديت، كأنه مسابقة. ممكن نستخدم زي برنامج بدون كلام، اللي أنا أعبر لأصحابي عن جزئية في المقرر أو في الدرس بالإشارة وأشوف هم هيعرفوها ولا لأ. أو ممكن نألف قصة أو نقول معلومات ونحط فيها حاجة غلط، واللي يكسب هو اللي يطلع الغلط فين. فاللعب جميل جدا على فكرة، وعلى فكرة المذاكرة لوحدك هي الصح، لكن المراجعة مع أصحابك أفضل.
ولو المراجعة دي كانت في صورة لعب تبقى أفضل وأفضل وأفضل. فمحدش يعني يقول لك لا أنا أذاكر لوحدي. المراجعة واللعب مع أصحابك بالمادة العلمية هيفكرك بيها ومش هينساها لك أنت وأصحابك. عشان كده بأكد الحتة دي، حتة الإيه، المذاكرة الجماعية اللي هي بين قوسين اللعب والمراجعة، أو إحنا يعني بنراجع في صورة إيه، ألعاب. على العموم في برامج حاسوبية بتساعدك في اللي انت تعمل برامج او العاب تعليمية. هنشوف منهم برنامج دلوقتي، وهنشوف عملنا العاب بيه ازاي وممكن انتوا تستخدموها. طبعا البرنامج وشرحه ملف اللي فيه الالعاب اللي بتفتح بالبرنامج موجودين في روابط مختصرة في اسفل هذا الفيديو. واحنا عرفنا يعني روابط مختصرة اللي هي هتوديك على صفحة اعلانية الاول. طب انت عايز الرابط المباشر، هنقول لك ايه المطلوب منك في اخر الفيديو ان شاء الله. راجع العب امتحن بقى، خش على اسئلة. خش على اسئلة ازاي؟ احنا بالنسبة لقناة تعليم مصر هنا عملنا لك حاجتين،
عملنا لك أسئلة مباشرة على الإنترنت، هنديك الرابط بتاعها بنفس الصورة، الرابط المختصر. بتخش بتحط بياناتك زي ما شايف قدامك كده، هوت الاسم والبريد الإلكتروني، وبعد كده بتبدأ تحل أسئلة الايه الاختبار. الاختبار دوت انا عامله فيه حاجات جاهزة بتقيم تلقائيا، وفي حاجات لا تقيم الا بعد قراءتها زي الأسئلة الايه المقالية. عشان كده مهم جدا تسيب لي ايميل فعال عشان ابعت لك النتيجة النهائية للاختبار. وكمان ممكن يكون فيه اختبار غير مباشر اوفلاين على حاسوبك، وبرضه بتختبر فيه وبتعرف الدرجة، يعني بتدوس على زر بوتون يعرفك الدرجة بعد ما تخلص الامتحان زي ما انت شايف قدامك بالشكل دوت. بعد ما خلصنا الدرس الأول، في بقى هدية. الهدية دي بتتمثل في مذكرة خاصة بالدرس على صورة كتاب إلكتروني تفاعلي. يعني ايه كتاب الكتروني تفاعلي؟ يعني اول كتاب بيتفتح على الكمبيوتر، وللاسف الكمبيوتر فقط، يعني انظمه ويندوز ما ينفعش ليه الهواتف الذكيه حاليا. المذكره ديت فيها شرح وافي للدرس مزود بالفيديوهات المرتبطه والروابط الخارجيه للاستزاده من المعلومات زي ما هوريكم في الفيديو. وكمان فيها اسئله الامتحانات الخاصه بالاعوام السابقه كنوع نوع الواجب بعد في نهاية المذكرة. وفيها كمان اختبار تفاعلي غير مباشر لسه متكلمين عليه من شوية، زائد فيها فيديوهات شرح الدرس الأول من اليوتيوب. المذكرة دي طبعا موجود نسخة منها، والرابط بتاعها موجود تحت لكن في صورة رابط مختصر، وهنشوف فيديو خاص بيها. احب اقول لكم بقى ايه المطلوب لو انتوا عايزين روابط بصورة مباشرة. المطلوب منكم بكل بساطة هتشترك في القناة وتعلق، تحط تعليق على الفيديو ده بكلمة تم الاشتراك، وتبعت لي ايميل على الايميل اللي هيبقى ظاهر قدامكم في الفيديو. تبعت لي ايميل تقول اللي انت حسابك على الجوجل او اليوتيوب اسمه كذا، وانا اشتركت في القناة، انا هبعت لك على الايميل بتاعك دوت الروابط المباشرة. الروابط المباشرة تاني، هتشترك في القناة وتعلق على الفيديو بتم الاشتراك، تبعت لي ايميل على الايميل اللي موجود قدامكم اهو في الصورة دلوقتي ظاهر، وبعد كده هات لك انا. وطبعا في الايميل ده هتكتب له عنوان، وتكتب في الرسالة ان انا تم الاشتراك في قناتكم وحسابي او اسمي على اليوتيوب كذا كذا، اللي هو اللي انا هشوفه من التعليق. فانا هشوف الايميل واشوف الاسم دوت علق على الفيديو ولا لا عشان اتأكد، وان جاي باعت الروابط المباشرة على الايميل دوت على طول. على فكرة كل حاجة عملتها، البرامج اللي بتستغل في ذلك برضو حاطط لكم روابط ليها، روابط توصلكم للايه للبرامج دي لو حد عايز يعمل زيها. لو انت طالب وعايز تعمل كتاب تفاعلي الكتروني بنفسك، او معلم وعايز تعمل حاجه زي كده لطلابك، الحاجات دي كلها موجوده في الروابط في اسفل الفيديو. هسيبكم بقى ليه تشوفوا شكل الكتاب التفاعلي بصوره كده سريعه عشان خاطر نحمسكم ان انتوا تحاولوا تحملوه. نشوفكم إن شاء الله في الدرس الثاني، درس الدولة الوحدة الأولى من المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.